اني بره اتجردل. وقعت فين؟ فين؟ على كتف الراجل اللي انا وقفت على يده زمان. الاولاني داي فاكره المحور. قال لي يالا انا جاي لك تقعد هنا ولا هنا؟ رحت نازل في يده، وانا نازل اتاري كان فارق سيجاره هيلفها، دخلت في الدخان راح لففني مع السيجار. بقيت فين انا؟ في السيجاره. قعدت جوه السيجاره قلت يا رب ما مولع يا رب، ثانيه وراح مولع والنار جايه يابا، وانا جوه والسيجاره ضيقه وضلمه موت، وبيني وبين الفلتر 100 متر يا اخوان. ايدي هي سيجاره صحراوي؟ يعني انت عديت ده كله ووقفت على دي يا اخويا؟ ايوه هاتنا بتهو هاتنا بدي طويله لسه النار جايه بعون الله رحت ناطت منها. وقعت فين؟ فين بقى؟ واحده ست بتبيع فطير مشلتت في القطر، دخلت تحت فطيره قلت استخبى واكل. شو لسه يابا هاكل؟ جت واحده قالت لها يا ام ناديه فطيرك بارد. راحت ام ناديه بنت جزمه مولعه الباجور تحت البتاع، والبت ناديه رزله كده ترش زبده وامها تسود. ايه النصيب ده؟ ما كل ده عشان تشوفك. انا مالاني شوية حنف وهربت من القطر. أول ما نزلت لقيت مبنى إسعاف. دخلت كشفوا عليا قلت لهم طمنوني. قالوا لي إن أنا 100 وزي الفل الحمد لله. 100 وزي الفل والله وحشني يا حنف. بيضحكوا عليك. إزيك يابا؟ بيضحكوا عليك. السلام. ليه؟ أنت راجع دماغك بايظة وبتلف. يا عم ما كبرش المواضيع، تعالى. بص عملنا أشعة على الدماغ، قالوا المخ سليم والذاكرة 100 والنبي اندهل أبويا سلم عليه يا حنف حسن وحشني والنبي. بتلف أهي ولا لأ؟ أنت مالك سيبها بس. لفت. قول له فارس واقف. أنت يا ود. امشي يا راجل أنت معناش فلوس يخرب بيت أبوك ومليته البلد، غور امشي. بقول عليك الدندن. أنت يا ود. ما تروح تشتغل بدل الشحاتة، ما أنت جد البلكونة قدامنا أهو. بلكونة؟ يا عم روح. إن حصول حنفي. أنا أجي أبوك هدي أبويا اللي هديك اللي في النصيب. امشي بقى. دنيت أنت والليجة. أنا مش عايز غباء بدل ما تجيب وشك. لا 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 هلا جول انت 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 حصل لك حاجه؟ اديك حاجه. لا نزل ايدك. ده ابوك. ابو مين؟ ابوك انت. وسايبنا هب الكل ده. معلش يابا اعذرني والله. المناشر. معلش اتضرب على دماغي كتير والله. بلكونه مين؟ النبي يابا ما تزعل. ها الله يخليك. اتدليت انت حصل لك حاجه؟ معلش بقول لك اتضربت خلاص فوقنا. انت كويس؟ الحمد لله. فين اهل الحته وفين غزلان؟ غزلان كده. فين؟ كان لوحده ولا حد فينا راح. خفيش لسه ضارب قطر بركابه. اكتب يا حنف. شاكرين يا ماهر. ايه الحلاوه دي؟ وانت اهدي. الشعور بالحركات دي. تعالي وحشاني. ايه اروقلك؟ يلا ابا فارس. ايه وحشني. ما احنا شفنا بعض خلاص يا ابا. مش هلعب معاك شتين في البيت. في البيت تحبك دلوقتي اسربهولك. يلا معاك فلوس؟ ليه اجيب له نايتي؟ لا بلاش نايتي، بيسهل منه بيدوخنا بالليل. هات حاجه ثاني. بيسهل فارس. ايه على قدامي. وحشني. بعدين والله معاك شتين. بعدين امشي اطلع بره في البيت يا شتين. ما تزهقناش انت في دومنا. امشي اطلع بره. ايه يا بنت ده؟ وحشتني يا حبيبي. حبيبك يا كدابه، 3 شهور في اسكندريه مفيش تليفون. ايه ده؟ ايه؟ فين الصعيدي؟ لا ده قدام ابويا بس عشان التقاليد. وحشتني يا بنت. الله يقويك. اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. فين امك؟ خافت الحمد لله. لا تسلم عليك. والناس فين؟ جايين لك جايين لك. بس تعالي. قبل ما يجوا بقى قول لي واحكي لي عملت ايه في اسكندريه بالتفصيل الممل. لا الحمد لله كله تمام. إيه؟ والله الشغل ماشي بخير الحمد لله. لله. وربنا اكرمني وجبت شقه على البحر على طول. الحمد لله. خلاص هنتجوز. باذن الله. ان شاء الله. وجبت كمبيوتر لونه بيج. والله تحفه بالمفرش بالترابيزه كله كاش الحمد لله. كمبيوتر؟ اه. طب هالتلاجه بوتاجاز حاجه تنفعنا في الجواز؟ والله انا عارف ان انت جاهله وهتقولي كده. تلاجه ايه؟ الكمبيوتر اهم حاجه في البيت. اصحوا بقى. بيعمل ايه في البيت ده اخويا؟ اللي بيثقفك طول الوقت يقول لك اخبار الدنيا ايه والانترنت شغاله. اخبار؟ اه بس على فكره الجهل اللي انتوا فيه نعمه، لو عرفتوا الحقيقه تموتوا مكانكم ولا تتشلوا. مالك انت مش هو اللي بيقرا في العالم ده طبيعي؟ انت ما بتقريش حاجه خالص. ايه اللي بيقرا يا اخويا؟ خلاص الدنيا كلها 20 يوم وكل واحد يروح لحاله خلاص. يعني مش هنتجوز؟ في الجنة بقى إن شاء الله. إيه يا غزلان أنت مش دريانة؟ طب قول لي يا أخويا نورني. أخبار كئيبة بلاوي. لا قول لي يا أخويا. آخر حاجة قاريها وده اللي معصبني. إيه؟ بيقول لك سنة 2008 هيبقى معدل لفات الفرد حوالين بحيرة المنزلة من 12 ل 14 فهرنهايت. تخيلي وصلنا لإيه؟ تخيلي بعد ما كنا الأوائل. إيه مالك؟ أنت مش فاهمة ولا إيه؟ ركزي. بقول لك 2008 هيبقى معدل لفات الفرد حوالين بحيره المنزله من 12 ل 14 فهرنهايت. ليه؟ عشان نسبه الكلور هتبقى من 20 ل 25 في الفدان الواحد. ده للقمصان. البنطلونات سعر تاني بعد الماكو. تخيلي بعد ما كنا اول ناس في المجال ده. اول ايه؟ فين؟ فين؟ انت ايه مالك؟ عامل ايه؟ انت بتستهيفي المعلومه ولا ايه؟ لا لا بفهم يعني. طب عرفت ان السنه الجايه هيلغوا الفلاحين؟ ها؟ وعمالين تشتروا في اراضي زراعيه. والغهم ليه بقى؟ ولا ليه لازمه؟ طلع ملوش لازمه. ايه؟ فلاح. ايوه فلاح بيعمل حاجه. طبعا. كذاب. المطر بينزل ربنا بيطلع الزرع. بيعمل ايه هو؟ بينزل في الطينه يزقها من تحت.
بيعمل ايه والنبي هيجنني؟ مين اللي بيدور الساقيه؟ الجاموسه. هو كل اللي بيعمله بيغمى عينيها صح؟ آه. نجيب جاموسه عاميه تشغل اراضي دي وخلاص. اه والله وجع دماغ ومصدعنا، يا ريته قاعد بقى طول النهار ماشي في الغيطان مشلح الجلابيه. سلام عليكم، ازيك يا عوض؟ يا راجل اترمي في حته بقى وغور في داهيه. مالك يا اخويا جاي مش طايقنا ليه؟ ارجو ان المعلومات دي ما تتسربش. اني معلومات يا اخويا؟ بقول لك معلومات محدش يعرفها، ركزي. عرفت ان السنه جايه هيشيلوا الدراع الشمال؟ عرفتوا هنمشي مقرطمين في الشارع كلنا كده. هو يقرطمونا ليه؟ زي الفلاح ولا ليه لازم؟ يا سلام. ايه؟ دراع. ايوه دراع لازق فينا ورايح جاي معانا رخامه. بيعمل ايه يعني؟ قولي لي بيعمل ايه؟ ما ينفعش النهارده الكلام ده. ها؟ تمام؟ قولي النهارده. قولي لي اقنعيني الدراع الشمال ليه فايده؟ اه طبعا. ايه ولا دراع لازق فينا ورايح جاي معانا رخامه، بيعمل حاجه وبيكلفنا كم قماش زياده، ولازم نجيب له ساعه ولا بيهب بحاجه. السواقه مش بتسوقي كده، ده بيعمل ايه في العربيه؟ اقنعيني. السلام باليمين، الدبله في اليمين، حتى في الخناقه تلاقي اليمين شغال والتاني بيحوش مع الناس، ولا ايه لازم؟ اصحي بقى. تعالي شوفي البلوه اللي جايه علينا. اكتر من كده بلاوي؟ اه تعالي، دي تخصنا شويه. تخص مين؟ ايه؟ بعد شهرين هيلموا القصيرين. لنا الله. ونعم بالله يا اخوي. وكانه ذنبنا، سبحان الله. واللي يغيظك بقى ان الاجراءات بدات في الشارع والناس غلابه مش فاهمه. ازاي؟ انت فكرك اللجان اللي على الكباري بالليل دي رخص؟ امال ايه؟ قصيرين بيرمونا من على الكوبري دلوقتي. رميه وحشه قوي يا غزلان. بيرمونا ليه؟ افهمي الموضوع اطول مني ومنك، ركزي. لا اتكلم عن نفسك. بسم الله عليك يا برجر نفسي. تعالي تعالي هنضيع. الصين واليابان احتاجوا من كام يوم، قالوا يا جماعه القصيرين اللي في الشرق الاوسط دول رمز شعوبنا هناك، كويس؟ اللي بصراحه بيتهزقوا عندك، اللي بيداس عليه في الاتوبيس، واللي بيتضرب في اقل خناقه، ويا ويل لو راح يتجوز، خد ترياقه بقى، اه يا عمتي هو ابن حلال بس قصير، عارف الشرق. ويستفادوا من ايه اليابانيين بقى؟ هم اليابان بتهزر، ملايين الدولارات فلوس. ازاي؟ بصي هم هيجمعوهم كل القصيرين اللي في الشرق الاوسط، كويس؟ ادعي بس نبقى منهم. حلوه دي ولا؟ اه ليله فيها فرج. يا رب. هيجمعونا كلنا، تمام؟ وبعد كده تيجي الدكاتره من اليابان يفرزونا بقى في القصر العيني بالراحه. ايه؟ يفرزوا كل القصيرين، اجيبوا تشاط، عارفه التشت؟ اه. تشت الميه ده. هيحطوا كل ست قصيرين في تشت ويغطسوهم، اللي يطفوا يشبروا، اللي يطفوا. يطفوا منين؟ من التشت. ركزي، ما تقفشيش فيه تحت، خليك سايبه نفسك. مين ده؟ في التشت. انا ده. والله لا تنزلي، ما تطفوش. ما ايه؟ ما تطفوش. كويس؟ اللي هيطلع من القصيرين دول هيتاخد لسه بلاوي. إيه؟ هيكشفوا كشف دقيق جدا. اللي يطلع عيان يتفك، يتباع قطع غيار، يجيب سيوله. بقيه القصيرين يتجمعوهم، يدخلوا مكان، يخرج الواحد منهم راجل معترف بيه ينتشر في الحياه. يا سلام. اه. طب والاقزام؟ هيعملوهم في شهر. اقزام ايه وليه؟ بقول لك الناس خايره تقولي لي اقزام. ايوه. شرطي الوحيد، انا دماغي وجعتني، لو ما جبتيش كمبيوتر وذاكرتيه مفيش جواز، فاهمه ولا لا؟ انا خايف عليك، الدنيا بتتغير. عرفت ان الهند هتبقى فرنسا؟ وفرنسا تبقى ايه؟ هترجع باكستان زي زمان خلاص. افهمي فادي بقى، هتموتي بجد. انا اخويا قلت انا ومعملي لي شاياوي. شاياوي ليه؟ انا قلت انت جاي مخبوط في دماغك وعمال تقول لي تشط شط دي اللي هنطفو منها. وانا كلمت يا بنت يا عمي. يا عمي تعالى يا عمي شوف الواد اللي بيقول لي تشط وعلى هنطفو. خلاص ما تنزليش في التشط خلاص. بس بدل بس مش حاجه يابا، مش حاجه، كل شويه فلوس فلوس تحطينا. انت اللي عايز فلوس. امشي بره، امشي. خلي بالك في لجنه واقفه بره، اني ما جيتش لسه. ها وانت شب كده لا تتسحب. يلا. ازيك يا ابا؟ الحمد لله. الحمد لله. ازيك يا حنف؟ يا عم الحمد لله على السلامه. يا دي اهبل، 3 شهور ما جيش اسكندريه، ده البحر فيه بلاوي. في ايه؟ في سمك غور بغباوتك، امشي. ازيك يا ابا؟ اهلا يا اخويا. ايه المقابله دي؟ ايه ده انت ما انتش عارف يعني؟ والله ما اعرف. في ايه؟ استعبت عليا ليه؟ ده لسه جاي يا ابا. الناس اللي في عصوب في القطر دول ما ضربتهمش ليه؟ حياتك يومين واروح اتفاهم وياهم. بتقول ايه يا ابا؟ يومين واتفاهم. تفاهم؟ ايوه. ما صعيده وتقول لي تفاهم؟ يا نهار ازرق، ايه دي؟ قنبله. ما انا عارف انها قنبله، عادي تمشي بيها يعني؟ مين وداك طريق السلاح؟ ده حركات امريكاني كده. لا تلعبها انت وابوك، ابويا ملوش في السكه دي. في حاجه ثانيه يابا؟ بسرعه من الضايع. منين؟ هشك معاك كلمتين على فراد. ابويا عيان ولا ايه يا حاج؟ انا مش عارف له، هو على طول كده. مالك؟ ابو الشنب؟
ما بقاش ابو شنب فاضل. ايه يابا الكلام الحزين ده؟ ايه بيتمسخروا علي؟ مين يابا يتمسخر عليك وعارف ان لك ولد بيقطع رجال؟ مين؟ الواد شعبولي. شعبولي يتمسخر على ابويا وانت واقف؟ شعبولي ما بتمسخرش على ابوه. امال هيكذب؟ شعبولي ما بتمسخرش على ابوه. امال شعبولي ايه؟ كل اللي قاله ان هو شنبك يرن على الجزمه رحت انا ضارب شعبولي على مين؟ لا تخلص معاك بقى لمين عشان انت تافه، تخلص معانا بالدم. ده ابويا. ايوه ابويا. ايوه روح هات الزفت ده مكفى على وش بوز جزمه ابويا. مين ده شعبولي بوز جزمه ابويا؟ ايوه يجي بوز وقول له عمك فارس هنا امشي. والله امشي هتشوف ايه اللي حصل يابا. انا كنت واقف في المولد. ايوه جيت اغني زي العاده يعني. ايوه